طيب صباح الخير، انا هناء عموري مديري شريكي بصداقة رعوت، وايتمر حمائيل عرف حالك ايتمر. ركاز رصي بما فخطر. احنا نقسم بيناتنا الحديث يعني عشان ما نضلناش نجننكم بالترجمة عربي عبري، فرح نعمل هيك ننقل مني لايتمر، مني لايتمر مرتين بس نوعدكم نحاول. ف رح نعرض النموذج. بالبداية كنا بدنا نعرض كيف وصلنا، بس بتخيل العرضة فداء بكفي. عملنا كتير أنواع من النشاطات اللي عن طريقها حاولنا نتعلم إنه النموذج هذا ناتج من الحقل، يعني أخذنا الشغل اللي إحنا عم نسويه في الحقل ومنه حاولنا نتعلم، مش حاولنا نحط نظرية وحسبها نشتغل في الحقل. اللي بهمنا نقوله هنا إنه النموذج يعني هو كأنه خارطة بتدل على وين بدنا نوصل. إحنا مندعيش إنه دائماً الواحد بيقدر يوصل كل المحلات اللي موجودة في الخارطة، منحاول نوصلها، بدنا نوصلها في برامج مختلفة، ممكن نوصلها أكثر من برامج تاني، فاعتبروك خارطة. بدي أتأسف على الأغلاط الإملائية، مثل المركبات طلعت معي مربات بس بسبب الضغط طلع هيك أخطاء إملائية. فقبل ما ندخل بس في النموذج، حابين نعرض لكم فيلم اللي رحنا وسألنا مشتركين في صداقة رعوت ومشتركين في مهبخ تغيير شو بالنسبة إلهن هي الشراكة اليهودية الفلسطينية. هدول مشتركين صاروا مرئين سيرورة معنا، مش في بداية السنة، صاروا مرئين نشاطات معينة، وبتخيل التنوع اللي راح تسمعوه راح يكون مهم لنا للكمالي. فلحظة شوي. لازم انه الواحد يعني يعرف عن التاني ويعرف عن اراء التاني، وكمان انه يغير اراء التاني، ما يضلش على نفس الاراء. انا خاتي يهودي خاتي فلسطيني، خشوف لي ليوت خلق منكم تاني وغيره، لانه احنا عايشين بنفس الدولة، مضطرين انه نتعايش بالواقع اللي احنا فيه. ليش انا يقول لشبتي من اشيم ش اولاي لو هتلي شو مزجرت اخرت لشبتي تام ולקיים איתם דו שיח שמוביל לפעולה ביחד ממקום שוויוני, ממקום של בגובה העיניים, שלא יכול לקרות בשום מקום אחר. בקט דעם תפויר לנפסי, שאני אחאול אגיר לווקע סחרי. كل هاي الصراع كلها عبارة عن سوء تفاهم، فإذا إحنا كشعب وكشعبين عايشين بنفس الدول نقدر نفهم بعض، فبعيد عن السياسة طبعا، فكتير هاي رح يساعد. إيش أنا كنا نشيل هم لو كل كخ شنين مني في شيء مكرين بلادي. في عربي بيودين بأحد أخوتي متقربة لنا خايل تخبر إتام. اعتراف بحقوق الآخر. بتنكرش القصة ولا الرواية من أساسها. نوقف واحد مع الثاني مع المجموعات المضطهدة بالمجتمع الإسرائيلي وبالمجتمع الفلسطيني، وندعم بعض، لأنه بالآخر كلنا قاعدين يعني كلنا مضطهدين من تحت نفس الناس اللي قاعدة بتعمل إيش بالحكومة. بتساعد على حل الأمور اللي فيها اختلاف، وبتقرب الجهتين لبعض وبتوصل للتفاهم. خشبت خشوش أم يدو إيش بتاع דברים שאנחנו חיים, ואנחנו נמצא את זה מאוד מקדם. אנחנו, صرنا في דולי واحد عايشين مع بعض، فلازم الشراكة مشان نقدر نتعايش للمستقبل من لك حل. זה מאוד חשוב ששני התרבויות האלה יחיו ביחד באותה מדינה, באותו מקום, כי כולנו בני אדם. مشكلة قاعد بتصير، يعني كل واحد مسؤول عنها كثير أكثر من الثاني، بس بحاجة لاثنين عشان نقدر نحلها. أنا أفهم رأيتي جزانيت، وأنا ما أدرت عشان السخسوخ هذا يفتر. عشان أكون جزء حي وفعال من هاي النضالات المشتركة المجتمعين.
مهم إلي كتير إنه الناس اللي عايشين حوالي سواء كانوا يهود أو فلسطينيين يكونوا واعيين لإيش إحنا عم بنمر كشعب وبإيش أنا كمرأة فلسطينية النضالات اللي أنا بعيشها وكيف كلنا ممكن نشتك مع بعض عشان نحاول ننهيها. لا خشف شيء يخلي أتمنى تعكمي ما ديكوي فيما ماشي كوريبو. بدي أكون جزء من لا يتجزأ من هاي الشراكة العربية اليهودية لأنه بفكر إنه هاي الإشي كثير مفيد إنه يخف الصراع العربي اليهودي. رتيتي أخذ خلك ببيلوت שהמטרה שלה היא לשנות את המציאות ולא לשמר אותה כמו שהיא. רציתי לקחת חלק במאבק הפלסטיני וגם במאבק לשנות את פני החברה היהודית כמו שהיא היום. النموذج موجود معكم في الفايلات اللي وزعناها. هذا الملف بالعربي أو بالعبري أخذتوه. مش مجبورين تتبعوا معه لأنه كله موجود في المتسجة عربي. بس اللي بدي أشرح لكم إياه بس عن النموذج إنه إحنا بنحكي بالبداية عن شو منظورنا السياسي، شو الفرضيات السياسية اللي إحنا بنفترضها، منها بننطلق للمنهجية للبنية التحتية، يعني كيف بدنا، إيش المبادئ اللي بحسبها بدنا نرتب الشغل أو نبني شغلنا اللي هي باللون الزهري، وبعدها رح نحكي عن الممارسة، يعني إيش بنسوي بالفعل في الحقل. رحنا طريقة العرض تكون إنه نحكي عن كل فرضية قبالها كل مبدأ، وبعد ما ننهي كل الفرضيات والمبادئ اللي هن مقابلات واحدة للتانية رح نحكي عن الممارسة. أوكي. أول مبدأ أو فرضية بدنا نحكي عنها إنه الشراكة اللي إحنا بنحاول نبنيها هي شراكة متساوي، بكل كل جانب بالشراكة هاي متساوي في القوة وفي الصوت تبعه. إحنا واعين لعدم المساواة اللي موجود في الواقع، ما منتجاهل منه إنما مننطلق منه. إحنا بنبدأ من عدم المساواة نعترف فيه وبنسعى لإنه نخلق مساواة في هاي الشراكة. كمان شغلة مهمة هي إنه كل طرف من الأطراف بحق له إنه يحافظ على هويته داخل الشراكة. يعني المفهوم العام في إسرائيل لمساواة هو إنه لازم كلنا نندمج مع بعض ونصير خليط واحد أو إشي نوع واحد من الناس. والفكرة تبعتنا عن المساواة أو الشراكة ما بتنطلقش من هذا المحل إنه لازم نندمج، لا، نقدر نحافظ على هوياتنا ونكون موجودين معها داخل الشراكة. من هون احنا يعني كمان مرة حكيت هاي كأنها المنهجية، ايش لازم نعمل انطلاقا من هذيك الفرضية. فمن هون احنا كل برامجنا تدار بطريقة مشتركة ومتساوية. زي ما انتم شايفين احنا اثنين عم نعرض، قبل اثنين في مديرين شريكين اثنين لكل برنامج او لكل مؤسسة. طبعا هاي اللي بنحاول نوصل، ومش دايما بنقدر في الظروف انه يكون كل اشي متساوي، بس بنحاول انه كل فعالية بنعملها تكون ادارتها وقيادتها متساوية. بنحكيش عن تمثيل رمزي إنه المؤسسة يهودية بس فيها عربي واحد، أو المؤسسة عربية وفيها يهودي واحد. هي الأولى، هي الأكثر موجودة، تعال نقول في الحقل. نحكي عن تمثيل حقيقي، صوت حقيقي موجود للشركين. وإحنا طبعاً منشوف نفسنا كمثال قدام المشتركين أو المجموعات اللي منشتغل معها، لما هن بيشوفوا إدارة مشتركة كمان هذا بمرق لهن فكرة عن المساواة بالشراكة. لقائنا منحاول نبني باللقاء، ورح نحكي عنه أكثر في الممارسة، ظروف متساوي، ظروف تسمح للطرفين إنهن يشاركوا عن جد بطريقة متساوي. ودليل على ذلك هي اللغة. يعني إحنا بتخيل أغلب الحضور هون كان ممكن نعمل كأنه هذا اليوم الدراسي بالعبري، والأغلب كان يمكن بدبر حاله، بس لا، عساس نسمح بمساواة حقيقية ونسمح لكل الناس بفرص حقيقية إنهن يشاركوا ويحافظوا على هويتهن، إحنا منصر على إنه اللغتين إلهن محل. بنرجع للنموذج وللمبدأ الثاني اللي هو إنه يتم بناء الشراكة سوياً وعلى حدة.
هين طلع لي على حدا مرتين عشان هاي ال البرنامج بفهمش عربي، فاحنا كان لازم نكتب في برنامج واحد وننقل لهون كصورة، ففي كتير خربشات صارت تقنية. ليش بتخيل هاي يعني اهم النقاط اللي احنا بنحكي عنها في هذا النموذج اللي يمكن نختلف فيها عن نماذج تاني؟ لانه احنا بندعيش بناء الشراكة لا يتم فقط مع بعض، في عنا شغل كتير شغل نشتغله كل واحد في مجتمعه عشان نبني فكرة الشراكة. ليش كل واحد في مجتمعه؟ لأنه جزء كبير من التغيير اللي لازم نعمله موجود عندنا كل واحد في مجتمع، جزء من التصليح في علاقات القوى، التصليح في الاضطهاد، في القمع، موجود داخل مجتمعاتنا ومش بس بين المجتمعين. السبب الثاني أنه إحنا مختلفين وفي طريقة شغل مرات بتختلف لازم نعملها مع كل واحد من أبناء الشعبين، مختلفين في الثقافة، في التاريخ، في موقعنا، في كيف منشوف الأمور. السلاش سوياً بتخيل يعني هذا هو المفهوم ضمناً، يعني لما واحد بيقول ده أعمل نموذج لتعزيز الشراكة أو بناء شراكة، الإشي المفهوم ضمناً هو أنه لازم ينعمل الإشي مع بعض، وهذا بيشمل لقاءات وكمان رح نحكي عنها أكثر في الممارسة. من هون عملنا في الحقل بدمج أو بجمع بين عمل على مستوى أحادي القومية مع عمل على المستوى ثنائي القومية، وبدي أشرح شوي شو يعني شو بنعمل في كل واحد من هدول المستويات وشو يعني الدمج. في العمل الأحادي القومية إحنا هاي مساحة متاحة للمشتركين إن يتناولوا قضايا بتخص مجتمعهن أو شعبهن أو بلدهن أو المحل اللي هن موجودين فيه، اللي مش دائما ممكن نتناولها مع الآخر وهي لا تقل أهمية. بالشغل الأحادي القومية بنشتغل على تنمية الحس النقدي، كيف نفهم الأمور بطريقة نقدية، كيف نفهم موازين القوى اللي موجودة في العالم بطريقة نقدية، نسأل مين بيربح منها، مين بيخسر منها وإلى آخره. منشجع الفاعلية والنشاط اللي هي بتعتمد على المسؤولية الشخصية، إنه أنا لازم أنشط عشان أغير، إذا أنا معني في تغيير معين فأنا لازم أكون ناشط لإله. وكتير مرات منلاقي إنه التغييرات اللي بتهم الناس هي عادة في الدوائر الكتير قريبة منهن. بعطيكم مثال عشان ما يكونش الإشي هيك ناشف، لما بنشتغل مع طلاب أو مع شباب لحظة فنزل لما نشتغل مع شباب فلسطينيين مثلاً، المشاكل اللي بهمهم ينشطوا فيها بالأساس هي مثلاً العنف في بلدهن. كيف يعني المسألة هي مسألة محلية، كتير مرات بتكون التوترات داخل بلدهن أو داخل مجتمعهن، كمان هاي رح نحكي عنها أكتر لقدام. كمان المستوى أحد القومية هو المحل اللي متعامل فيه مع المخاوف اللي ممكن تطلع، مع المشاعر اللي ممكن تطلع بالنسبة للقاء مع الطرف الآخر، مش بس قبل اللقاء كمان بعد اللقاء. يعني في أشياء الإنسان بيستنتجها بعد ما كان في لقاء مع الآخر ومحتاج مساحة للتفكير مع نفسه أو مع مجموعته في إيش شو لقدام، ليش عملنا هذا اللقاء، إيش ممكن نستفيد منه لقدام. بالمستوى الثنائي القومي اللي بنشتغل فيه طبعا نعمل لقاءات أو بين مجموعة فلسطينية مع مجموعة يهودية، أو في المحلات القليلة اللي موجودة في بلادنا اللي هي مختلطة من أصلها، فإحنا بنعمل مرات مجموعة اللي هي مختلطة بتشتغل كل الوقت على أساس مختلط. كمان بهذا المستوى إحنا بنشتغل على تطوير الحس النقدي، على تشجيع الفعالية والنشاط، بس إضافة لإله بنعمل كتير حوار حول الصراع. الصراع موجود على الطاولة، على جدول الأعمال تبع اللقاء، بدنا نتناول القضايا المتعلقة فيه ونتبادل الآراء ونحاول نتوصل ل مش لاتفاق بس ل يمكن فهم مشترك للأمور. هون في مثال إتمر بده يعرضه. اوكي ذو دوغمه بعزم هذا مثل ما تحدثنا عنه الان، وهو هذه سليحه على معبر عفوا على هذا التحول.
هذا مشروع تغير يقام في مجتمعين بكتبادة في القدس التعزيز الذاتي والعمل لأجل العمل لأجل في موضوع التمييز وإقصاء النساء وقد عملوا في البداية في مجتمعاتهم لأجل حاجياتهم ولكن خلال هذا العمل كانوا واعين لما يمر في مجتمعات فلسطينية أخرى وهم أيضا كانوا واعون لأن ليس هم فقط الذين يعانون من التمييز بل هناك أيضا غيرهم وفي مؤخرا تم إقامة مشروع في طمرة لهذا العمل المشترك بحيث أن الناس في طمرة تعلموا عن هذا المشروع عن طريق لقاءات مشتركة وتطبيق هذا المشروع في بلدهم. نرجع للنموذج وللثالث. طيب بحسب هذا النموذج هذا مبني من شغلنا في الحقل مع مجموعات مهمشة ومش بالصدفة احنا اخترنا هاي المجموعات. احنا منآمن ان هاي المجموعات موجود عندها ممكن مش بس عندها بس في عندها القدرة للتغيير والسبب في هيك انه هاي المجموعات هي اللي بتعاني اكثر شيء من القمع ومن الاضطهاد من المنظومه القائمه اليوم من السلطه القائمه اليوم ومحاوله السلطه انها تفرق المجموعات المهمشه واحد عن الثاني انها تخلق عداوه بين اليهود الشرقيين وبين الفلسطينيين وبين كل مجموعة مهمشة موجودة مع مجموعة مهمشة أخرى بصير كأنه مباراة على الموارد وبصير كأنه في عداوة وهي إحنا بنشوفها كأداة لاستمرارية النظام القائم اليوم. بما إنها هي أداة فيعني نتخيل إنه إذا منزعزع هاي العداوة اللي موجودة بين المجموعات المهمشة ممكن هذا يؤدي لتغيير جذري في الواقع اللي إحنا عايشين فيه. كتبنا هون هل المجموعات المستضعفة حقا عنصرية أكثر من الآخرين؟ ليش بسأل هذا السؤال؟ لأنه في زي نظرة عامة أو فكرة عامة إنه يعني المجموعات المستضعفة والمهمشة عادة تكون عنصرية أكثر وبتكون تكره الآخر أكثر. واللي بدنا نقوله إحنا يعني من هون إنه من تجربتنا بالحقل إحنا ما شفناش هذا الاشي. يعني احنا عايشين كلياتنا في دولة عنصرية في مجتمع عنصري. العنصرية إلها بتظهر بصور مختلفة عند مجموعات مختلفة فاحنا ما يعني ما بنتفق مع هاي المقولة العامة او كأنه الاشي المتفق عليه عامة. واللي بنقوله انه هاي المجموعات احنا بدناش نتنازل عن قدرتها على قيادة التغيير. النقطة الثانية هون هي إنه التغيير بيبدأ من تحت لفوق جراس روت أو العمل الميداني. النموذج بيركز على العمل مع الفرد مع شخص على إحداث تغيير عند هذا الفرد بس مش لأن إحنا بس نفكر إنه لازم نغير الفرد لأنه منآمن إنه التغيير في مستوى الفرد في الوعي وفي السلوك بتوسع لمستوى عائلته مستوى البيئة القريبة منه وبعدها لمستوى مجتمعه وبعدين للمستوى البنيوي للأساسات اللي مبني عليها المجتمع. من هون احنا بنختار جمهور الهدف اللي بنشتغل معه. بدي أقول بس عنا جمهورين أساسيين وهيك شيء مبدأ. بنشتغل مع شبيبي ومع نساء. ليش مع الشبيبي؟ لأنه بنآمن أنه في عند الشبيبي قدرة أن يكونوا أكثر انفتاح وأكثر ينخرطوا اجتماعياً. يعني في أقل يمكن التزامات وراهن عندن أكثر حماس وأكثر جرأة يمكن بخافوا أقل فممكن هن ينخرطوا عن جد في مسيرة التغيير الاجتماعي. وكمان لأنه عم بمرقوا الشباب بالمرحلة اللي هن فيها شباب عم بمرقوا تنشئة وتوعية وتربية عنهن يكرهوا الآخر وإحنا بدنا نحارب هاي التنشئة اللي بمرقوها. بنشتغل مع النساء لأن النساء هي فئة مستضعفة حتى داخل مجتمعاتها المستضعفة.
كمان داخل المجتمعات اللي مش مستضعف النساء مستضعفات، بس بما اننا بنؤمن انه لازم نشتغل مع المستضعفين فالنساء هن جمهور هدف. كمان النساء مسؤولات عمليا بارض الواقع على التربية، ان كان في البيت ان كان في المدارس. النساء هن اكثر بيشتغلوا في مجال التعليم من رجال، مش ان عم نقول انه هيك صح او مش صح، بس هيك بالفعل موجود. فاحنا هذا كمان سبب ليش نختار نشتغل مع النساء. والنقطة الأخيرة هون انه صح المجموعات المهمشة او المستضعفة اللي همشها واستضعفها مش المجتمع المدني، مش احنا كمؤسسات انما النظام، بس احنا مرات كمؤسسات ممكن نساهم في تهميش ازيد للمجتمع او في تقليل التهميش بطريقة انه مرات كتير منلاقي انه توزيع الموارد اللي موجودة في المجتمع المدني بيكونش بطريقة اللي هي بتوزع الموارد عن جد على المجموعات المختلفة. فإحنا بنحاول نفتش كمان إحنا كجمعيتين، نحاول ندور على المحلات اللي فيها أقل استثمار لموارد المجتمع المدني ونشتغل هناك. سنحاول أن نعجل الأمر. ننتقل إلى المبدأ التالي، وهو أننا نؤمن أن التغيير يحدث. الموديل يجب أن ينبع من الواقع الذي نعيشه، وهو سيكون وثيقا إذا كان بهذا الشكل. نحن نؤمن أن الشراكة مبنية على وفي كل مجتمع يوجد هناك أمور معقدة، ليس كل العرب وليس كل اليهود موجودون في نفس المكان، وكذلك بين المجتمع العلاقة النسب بين القوى مختلفة. لدينا هنا مثال من نشاط صداقة، لقاء بين شبيبة أثيوبيين وفلسطينيين. ليس واضح هنا من هو المضطهد ومن هو المضطهد، الأمور ليست أبيض وأسود. مهم جدا أن نشير أيضا إلى أننا لا نتجاهل الواقع. نحن لا نقول في اللقاء أن العلاقات مركبة، ولكن نعرف أن هذا التعقيد قائم وهذا واضح، ويوجد هنا واقع مضطهد. نحن نأمل أيضا أن الوعي ونسب القوى قد تؤثر على العلاقة بين الطرفين، والنشاط قد يضم هذا المفهوم. ونحن نأمل أن نتوصل إلى التعاون وإلى في هذا نحن لا نصل دائما إلى هذه المرحلة، وهذا صعب جدا. من ناحية المنهجية في عملنا، الفكرة هي أن العمل مع المضامين والمنهجية، وكما قلت نحن نعمل في هذا الموضوع دون الانفصال عن الواقع. نحن لا نفرض أي مضامين، بل نتطرق إلى أشياء موجودة في المجتمع وهي في واقع المجتمع. نحن لا نجلب المعرفة ونفرضها عليهم. مثال آخر هو هذه النشرة التي عملتها نساء نشطات، وهو يتحدث عن التربية، وهو شيء نتج عن لقاءات بين المجتمعات،
وهم قرروا أن ينتجوا هذا المنشور. في البداية كانت اللقاءات بين الناس، بالبداية قرروا أن يعملوا منشورين منفصلين بالعبرية وبالعربية، وكان وفي النهاية تلقوا قرارا أن يتلقوا منشور في اللغتين. المبدأ التالي המודל שלנו מניח ששינוי נעשה בתהליך משפר, ביקורתי ודיאלוגי. וואו, עמליה, תאכוז מסאוליה ותעמל על התגייר, על התגייר וקע על מוצ'תמה. נחנו לא נתחדס על תחרוריה, نحن نتحدث عن أن الناس على الناس أن ينسوا هويتهم، بل على هذه العملية أن تحررهم من عناصر في هويتهم. من ناحية منهجية هذا يعني استخدام أدوات وأسس تربوية نقدية. نحن نتحدث عن عملية لتعزيز الشراكة، وهذا يعتمد على مفاهيم ونحن نحاول أن المبدأ التالي هو مبدأ لا يمكن الحديث عنه كثيرا لأنه واضح جدا، وهو التغيير الذي يحدث على مدار الوقت، وهو عمل مجتمعي، عمل شراكة وعمل هذا يحدث تدريجيا وببطء. نحن نعرف أن هذا التغيير يحدث على مدار سنوات وليس بشكل غريزي وسريع. ومهم جدا النقطة حول مراحل التحررية، المشاركين والمشاركات عندنا يبدأون في هذه العملية، وهي تأخذ وقتا ونتائج قد تأتي متأخرا. نحن نرى هذا من خلال تجربتنا في الميدان. والمنهجية خاصتنا تتحدث عن واقع بعيد المدى، عن نحن اللقاءات التي تحدث لقاءات أحادية هي لا 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 ليست ناجعة. مهم جدا أن نقول أن الاستمرارية يجب أن تكون قوية، ويجب أن يستمر هذه المرحلة في مشاريع مختلفة. وكما قلت هذا ما نراه في كثير من المشاركين عندنا، أنهم يستمرون في مشاريع أخرى. المبدأ التالي هو يضحكني، ولكن سأرد بما أنني رجل مناهض للنسوية. يدور الحديث حول تحسين أن النساء يجب أن يكون مفتاحا في النقاش الجماهيري. بالنسبة لنسب القوى، نحن نعتقد أن من أجل الشراكة الفلسطينية يجب أن نصحح هذا التشويه. يجب أن ننتبه إلى أن في المنظمات وفي المجتمعات الشعبية الرجال هم عادة هم من يقودون هذه المشاريع. من ناحية المنهجية نحن نتحدث عن خلق حيز متساوي.
هذا لا يعني هذا على خلاف الوضع القائم في الواقع. أنا انتبهوا، أنا الرجل الوحيد الذي يتحدث هنا. غالبية المشاركات هن من النساء، ونحن نتحدث عن تفضيل النساء في مناصب إدارية، ونحن نريد أن نتبنى سلوك آخر وموديل نسوي الذي يمكن أن نأخذه كمثال. ومن هنا سننتقل للتحدث عن التطبيق، عن الممارسة. طيب هون احنا حطينا اربع نقاط اساسيه واربع محاور اساسيه، اللي هي زي ما قلت يعني احنا ترجمنا براكتيكا لممارسه او منهجيه، بس اللي هي تطبيقيه. شو بنعمل بالفعل في الحقل؟ هون رح نتساعد اكثر في امثله كمان عشان يكون الاشي اكثر هيك حي. المحور الاول هو انتاج المعرفه وتطوير نظره نقديه. احنا بنعرف انه الناس في مجتمعاتنا عندها معرفة معينة اللي بتستمدها بالاساس من وسائل الاعلام او من جهاز التربية والتعليم. هاي المعرفة في يعني غير كافية، وفي حالات معينة كمان او بكتير او باغلب الحالات هي كمان معرفة جزء منها مغلوط بهدف معين للمنظومة. مرقت هاي المعرفة بهاي الطريقة عشان تخلق وعي معين عند الناس اللي تصرفوا بحسبه. فإحنا في برامجنا منآمن أنه نقطة أساسية هي خلق معرفة أو تطوير معرفة جديدة عند المشتركين. أنواع المعرفة اللي بنحكي عنها معرفة قومية سياسية عن تاريخ الشعبين، عن تاريخ الصراع، عن الحاضر تبع الشعبين. معرفة اجتماعية عن الحقوق وعدم المساواة اللي موجود في الواقع بما يشمل ذلك المعرفة النسوية. معرفة مجتمعية حول القضايا المحلية، المقصود منها زي ما يمكن حكيت قبل في مثال انه في قضايا محلية بنشتغل عليها، كمان هذه مهم ان نبحثها ونفهم ايش عم بيصير هناك. وكمان معرفة عن النشاطات والنضالات، يعني شو ممكن نعمل كمان، هذا إشي اللي مش موجود. جهاز التربية والتعليم بربينا إنه تقريباً مش بوسع الفرد إنه يغير المجتمع، أو يمكن بقولهاش بشكل مباشر بس بذوت فينا هاي الفكرة إنه أنت كفرد اشتغل على نفسك، طور نفسك، تقدم أنت، يعني ما بطلعش بإيدك تغير المجتمع. كل أنواع المعرفة هاي مربوطة واحد في الثاني. بقدرش أفهم قضية محلية إذا ما فهمتش السياق السياسي تبعها. مثلاً إذا بحكي عن توتر بين البدو والفلاحين في قرية معينة، صعب أفهم هذا التوتر ليش بيصير، إيش عم بيصير فيه، بدون ما أفهم موقع هاي القرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو تاريخها أو تاريخ المجموعة اللي ساكنة فيها. فكل أنواع المعرفة هاي ترتبط واحدة في الثاني. هون في فخ كلمة تعريض اللي كان عندنا نقاش عليها في القطار وإحنا جايين، يمكن تكون نهفة لأبو الحروف. أنا أول مرة قريتها بدون النقطة على الضاد، تأسف للمترجمين، يمكن صعب يترجموا النكتة. اللي بدنا نقوله هون إن إحنا بنعرض علاقات القوة اللي موجودة، كمان هذا جزء من المعرفة أو من طريقة تمرير المعرفة، إن منلاحظ شو علاقات القوة اللي موجودة داخل المجموعة نفسها، شو العلاقات اللي هن بيميزوها في مدرستهن، في بلدهن، في عيلتهن وإلى آخره. ومنحاول إن بدناش نخلي هاي العلاقات تستمر، بدناش ننسخ هاي العلاقات لداخل المجموعات اللي بنشتغل فيها. ونقطة المهمة هون كمان إنه إحنا بدنا نجيب الأصوات اللي من الهوامش، الأصوات المهمشة اللي ما بنسمعها بشكل عام. منشوفش أهمية في إسماع الصوت المهيمن، منشوفش أهمية، دايما بقولولنا أنتوا بتعملوش توازن أو موازنة بين الأصوات اللي بتجيبوها، بتجيبوا بس صوت واحد. فإحنا بنقول إذا إحنا عم نجيب الصوت المعارض للصوت المهيمن احنا تمام، مش بالصدفة مش بالغلط. الصوت المهيمن الكل بسمعه، موجود في كل محل، موجود في الجرائد، موجود في المدارس، موجود في وعينا، مذوت فينا، فيش داعي نعطيه منصة
في برامجنا، بالعكس بدنا نجيب الأصوات اللي منسمعهاش. هون جبنا اللي بدوش يمشي أوكي مشينا. طرق لتمرير المعرفة، هاي صورة لأبو جورج من يافا اللي هو عاش النكبة كطفل صغير، اللي أخذ مجموعة من الطلاب جولة النكبة على شاطئ تل أبيب، عرفن فيها على القرى المختلفة اللي كانت غاد. هاي طريقة مثال لطريقة لتمرير معرفة. طريقة تانية هون هو معرض صور عن نشاط نضالات نسائية لنساء من مجموعات مهمشة في كل أنحاء العالم، اللي النساء تعلموا عن هاي النضالات. يعني نأخذ مثال من محلات أخرى كمان. طريقة ثانية لقاء مع سيليب أو مع شخص مشهور، بالذات مع أبناء الشبيبة. هاي طريقة مرات منلاقيها إنها ناجعة، بشوفوا شخص اللي هذا ساعر من أخ جدول، كان سيليب بالفترة اللي كانت فيها هاي الفعالية، فكان مهم كمان إنه نأخذ إشي من الثقافة، ثقافة المينستريم، ونحاول إنه نستعمله عشان نمرق أنواع معرفة بديلة. المحور الثاني لا هون كنا بدنا نفرج فيلم كمان، فيلم قصير جدا اللي يعني بمرق. הגענו לכאן עם ללא ארץ, לארץ ללא עם. הפרחנו את השממה. הייתה מלחמה ואנחנו ניצחנו. ידינו מושטת לשלום, אבל לצערנו אין פרטנר. בנינו מדינה עם דמוקרטיה חזקה שמכבדת כל אדם ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום. היום כבר אין אפליה וכיפוח. כולנו שווים. כל מי שרוצה יכול להצליח. عن جد كل واحدة بتقدر تنجح. عن جد أنا عندي نفس الفرص مثل الرجل، مثل اليهودي، مثل المرأة الأشكنازية. لما بعير شلي يش راك تخون مكتوئي؟ بيوم النكبة الأخير سافرت شوف القرية اللي هجر منها سيدي بال 48. لما أنا צריכה לשנות את שם המשפחה שלי מאמר לאמיר בשביל שיזמינו אותי לרעיון עבודה؟ ليش بمدرستي بعلمونيش تاريخي؟ למה לא רוצים ללמוד איתי באותו בית ספר? בגלל צבע העור שלי? איפה אני בתוך כל הילה? אתם בטוחים שזה הסיפור שלי? אתם תקריאים נוהג עשתי? המחור התני הוא לעמל על מודוע الهوية. الهوية اللي احنا بنحكي عنها، بنحكيش عن هوية بتنحط على لافتة والواحد بحملها، مش هذا هدفنا انه في نهاية المطاف يوقف كل واحد مع لافتة بتقول شو هو. بنحكي عن هوية معقدة مركبة كمان اللي بتنبنى كل الوقت، ممكن تتغير، مش هوية نقية مع بعد واحد منغلقة. المركب الثاني هون هو التمكين، وهذا مركب كتير مهم لنا في برامجنا، ويعني كل الاستطلاعات اللي سويناها يمكن لقينا انه هذا واحد من اهم الاشياء اللي المشتركين بيقولوها ايش اني اخده من البرنامج. يعني مسألهم ايش اخدته من البرنامج، كتير بيحكوا عن تمكين، بيحكوا عن تمكين بالمستوى الشخصي، مستوى الذاتي اللي هي القدرة على اني احكي قدام ناس، اعبر عن رأيي. بفكر في عنا هون مثال، صح؟ في عنا مثال هنا لاقتباس اخدناه، انه في البداية ما كانتش عندي الجرأة، ما كنتش اجرؤ احكي بالعبراني. اليوم انا بقدر احكي عن كل المواضيع، عندي رأي وبهمني التعبير عنه. هذه واحدة من المشتركات اللي حكتها، فممكن التمكين يكون بالمستوى الشخصي. بالمستوى الجماعي الهدف هون بناء إحساس، حس من الفخر في مجموعتي، في مين أنا، مش بس أنا كفرد، أنا كمجموعة، كجزء من مجموعة. ونوعين التمكين هدول إحنا يعني هدفنا إنهن يبنوا حس بالمسؤولية الشخصية على التغيير، بناء كمان القدرات اللي لازمة للتغيير عشان شخص يقدر يطلع ويوقف يحارب على شغلة معينة أو يناضل على شغلة معينة. كمان ثقته في نفسه لازم تتعزز في الطريق، لأنه ما حدا بوقف، مش رح يقدر يواجه المجتمع إذا هو بعد مش قادر مثلا يحكي قدام مجموعة. فهاي مركب التمكين جدا مهم.
هذا هو صح؟ لا لحظة ايش هاي؟ هون مثال كمان على شو هي المسؤولية. في واحد من البرامج اللي فيه بيروحوا يتطوعوا في نوادي او مراكز جماهيرية في يافا، وواحدة من المشتركات بتقول عن طريق التطوع في المركز التعليمي فهمت قديش انا مهمة في حياة هدول الاطفال اللي انا بتطوع معهن، فهمت انه إلي وظيفة هامة مع انهن بشوفوني مرة بالاسبوع وهاي مسؤولية كبيرة. يعني بنحاول في كل شغلة نركز على وين المسؤولية الشخصية تبعت الفرد، ايش هو ممكن يعمل لتغيير الواقع، شو هو بيشوف من دوره من مسؤوليته انه يعمل. אוקיי, העיקרון השלישי, קודם כל, תשימו לב שניסחנו בפרקטיקה. טוב, אננה סגנה פי אל-מומרסה 4 מבדא. ויוג'ד הונה לון אחר, ולאן נתקלנע אלה אל-לון אל-אזרק. ולכן אל-פקרה היא אנן אל-מבדען אל-אוליין הוא שייעון יחדותו דאימן פי ג'מיע אל-מוג'תמעת, והוא מן... وجدناه من خلال المسح ومن تجربتنا. المبدأين التاليين الذي نتحدث عنهما مبدأ 3 و4 هو مبادئ، هو مراحل يصعب الوصول إليها. העיסוק בהמשגה של המודל עזר לנו ככה לראות هنا راينا اين نحن لدينا قوه واين نحن نجد صعوبات. المبدا الثالث سنتحدث عنه هو تغيير المفاهيم لدى الاخر. وهنا ايضا في هذا المبدا هناك اشياء تحدث كثيرا واشياء تحدث اقل. كلنا نعرف عن الواقع الذي تحدثنا عنه، عن الفصل وعن عن التمييز، ويكفي أن يلتقي مجتمعين مع أفكار مسبقة فهذا الشيء يحدث. لدينا هنا لدينا هنا اقتباس وهو مترجم على الشاشه. هذا الشيء يحدث كثيرا بشكل عام. المرحله التاليه هو ايضا مرحله متقدمه اكثر وهو تعاطف وحوار. هذا يحدث ولكن هذا مرحلة صعبة جدا، وقد تحدثنا عن ذلك مع أناس. كما قلنا هذا صعب ولكن هذا يحدث، وقد وجدنا ذلك عن طريق المسح وسألنا عن معنى الهوية الفلسطينية بالنسبة إليكم. هل توافق أنت؟ هل هذا يعني أن تقيم حوارا مع الطرف الثاني، أن يكون لك صديق من الطرف الآخر؟ وقد جميع المشاركات اخترنا ما هو معلم باللون الأحمر. فيوجد هنا فهم للمشاركة الاشتراك. العمل في التشارك الشراكة نفسها، كنا نريد أن يحدث هذا كثيرا على مستوى الطواقم وعلى مستوى المشاركات، وهذا شيء صعب جدا مما أن تحصل المشاريع على حدة. والمبدأ الأخير المتقدم وتشجيع النشاط هو ليس ناتج ثانوي وإنما هو جزء مستهدف وهو جزء فعال. نحن نتحدث عن درجات من النشاط وهي مرتبة حسب الترتيب وليس حسب الأهمية، كل واحد من هذه الدرجات مهمة.
לבד, אקטיביזם ארצי שמדבר... הונאליק נשאט קוטרי, והוא... לרמה של כמה קהילות ביחד. הוא יתרק אלה משתמעת מתעדדה. יהודיות, הדרך שבה אנחנו... הטריק הלתי נשג'ע פיה הנשאט הוא... הוא עמטריק לקעת מה משתמעת אוכרה ואנחנו נחאו אנו נפהם המשתמעת המסתדעפה. גם בתוך האקטיביזם יש הגמור בשוליים, אנחנו גם שם ננסה לעבוד עם השוליים. ולעמל מע המשתמעת המוהמשה אייגן. של השותפות שלנו. המשרקת יאחוזנה מסאוליה ען הזי המשתמעת. وفهم العلاقه بين الاضطهادات هو شيء اعتقد ان المثال الذي الذي ذكرناه عن تمرة والقدس ويوجد امثله اخرى وهو ايضا مرحله متقدمه لدينا امثله اخرى لدينا هنا مظاهره في جهاز التعليم في تل ابيب وقد كان منظم عن طريق صداقه وقد انتبهوا الى التمييز في الميزانيات ولدينا هنا شوشي من القدس التي وهي نشيطه في المجتمع وكان لدينا هناك امين الذي تم الاعتداء عليه وهو ولد فلسطيني وهي نشيطه و بيروشلايم في القدس وقد شاركت في هذه الحمله وهذا يعطي لمحه عن التواصل ولدينا هنا معرض لصور بخارى في كريات شالوم عمل تربوي في كريات شالوم وهو عمل الاولاد انفسهم كانوا يخجلون منها وضحكوا منها ولكن هذا عمل وناتج عن البخاريين زو بعصم هذا هو عدنا الى الخريطه وخريجه من الزمان و الموديل שלנו زوت المپا هذه الخريطه لسيكم نحن كفا اجمالا بعض الاسئله ولا نعني عليهم ولا نجيب عليها س لكل يوم هذا لعنات لهم ما بيننوا خشيبوت של המודל ما اهميه هذا المودل في عيوننا كما قلت هذا يعرف بشكل اساسي ان يجب ان نوقف كل شيء وان نعرف هذه العلاقه وان نبني موديل خاص اي موديل اوبد وان نرى ان كان هذا الموديل يعمل ولكن مرة أخرى 30 سنة من التجربة في صداقة وفي تغيير هناك نتائج هذا ناجع وكما قلنا التعريف ماذا أنجع وماذا أقل نجاعة أخي طوب كان אבל זה אולי... لكن هذا זה אני חושב ש... אעתקד אננה יג'ב אנו ג'יב ען הזה אנו מוהם הזה מודל יג'ב תטרוק אליה וואו מומייז הל הזה המודל יומכן תטביקו ויסעדנה אן נסמע אל פאנל אלזינה סטרקונה אלה הזה המסאלה תודה רבה לכולם שוקרן ג'זירן לג'מיע